فيغوشين 8 شهور كاملة ما لح فيها لا تراك لا والو. اخر تراك لحو هو تراك 3 دليل، تراك اللي صراحة كان زوين، في واحد الفيلينغ وفايب زوين، زيد عليه هذاك السولو اللي كان بالساكسفون وكان ناضي، سولو اللي نقيس صراحة. وحتى السوجي كان عجب الفانز ديالو، واخا كان شوكون ليهم السوجي كان كيهضر على الحب. المهم في كوشيلو واخيرا البارح لح لنا تراك جديد واللي التيتر ديالو فو ديبا، من بعد ما خرج في لايف ووضح فيه سبب الغبور ديالو. فشنو سبب هاد الغبور وشنو سر هاد التراك؟ كيفاش البلان؟ واول حاجه بغيت نبدا بها هي التيتر ديال هاد التراك فو ديبار، بدايه غير موفقه. هنا باين ان في كوشين ما عجبوش الديبار ديالو، ما عجبوش كيفاش بدا الكارير ديالو. هاد الخطره الحقاد فاتني كثر من الشعر باش ندوي. في كوشين في الاول ديال التراك كيقول بلي الحاجه اللي خلاته هاد المره يتفكر ستيلو ويعاود يهزو ويكتب ويربي هي لا ميزير، ماشي الحماس واللي كان شحال هادي هو اللي محركو. حيت كيف ما قال كان بادي مجهد، كان بادي بجهد ولقى بنادم سيبورتيه، وهذا الشيء اللي عبر عليه ملي قال بنادم حلها ليا. حلوها لي رخيت الطبيعه في الثاني صدقت الحمار، ولكن في الاخر هاد الجهد تقاد. دونك في كوشين كيحس براسو ما عرفش يقسم هاد الانرجي حيت الطريق طويله، بدا سخون وعطى جهده كامل حتى لقى راسو واقف في الديبار وراجع لمدينته افران. نفس المدينه نفس الغبينه باش كنحس. افران مدينه اللي فعلا تشبه لهاد الحاله ولا سيتوياسيون اللي واقعة دابا في كوشين، حيت افران مدينه اللي كتعتبر احسن مدينه، كتلقى احسن مدينه في الصيف، غير كيوصل الخريف كتموت، لا طيران يطير ولا سيرا يسير في انتظار الثلج، عاوتاني لا طاح وتحرك في الويكاند. وهاد العام راه ما كان لا الثلج لا والو، الله يرحمنا. نطرق اليوم نختار واش نكمل ولا صافي. من بعد في كوشين كيقول ما عرفش واش نحبس الراب ولا نكمل، اللي كيتيق هاد الهضره بحال الا كتيق الفايد من اللي كيقول بلي دوا الكونسير البقوله. اللي تيق نيتيق الفايد والكونسير البقولة، حيت دكتور الفايد هو اللي كيهضر بزاف على الطب البديل، ولكن من بعد غادي يفند هضرته وغادي يقول بلي لا سمعتي هاد الهضرة عرف راني مكمل وشاق طريقي. سمعتي هادشي عرفني وسط المصاعب. الرفران كيلخص كاع هادشي اللي قال في كوشين، بلي في كوشين عايش بدوبل بيرسوناليتي، الشخصية الأولى هي فنانة مشهورة ولكن شجاعة أنانية ومريضة، وغالب عليها داك الحماس الزايد. كي بغيتي ما نطلعش مريض، كي بغيتي ما نكونش أناني. والشخصية الثانية هي اللي عبر عليها في الكوبلي الاول ديال داك الشاب اللي ما خدام ما والو، حازق ما عندوش، كتلقاه في القهوة شاد نورمال طوبة ونص وباكية ديال مونتي كارلو، وهذا كارو اللي رخيص، بمعنى الشخصية اللي كئيبة وعايشة لا ميزير. باكية د مونتي كارلو فوق الطبيلة طوبة ونص. الكوبلي الثانية كيقول فيها في كوشين باللي ديما كيفكر واش بالراب يقدر يبني عائلة، حيت قال قبل باللي ملي كمل في طريق الراب راه تخلى على بزاف ديال الحويجات، ولكن واش الراب يقدر يضمن ليه أنه يصرف على هاد العائلة؟ مثلا فاش يتزاد عنده وليد ولا بنية واش قادر بفلوس الراب انه يصرف عليه ويكبره؟ حيت ربما هادشي اللي كنشوفو في ستوريات، هادشي اللي كنشوفو في الكليبات، ماشي بالضرورة هو الواقع. ناري تزاد لي مخلوق واش الريمة والفلو قادرة تجيب الحليب والخروق. وانا انا كنقول خويا في كوشين الفو بخوندغ لو ريسك، هادي هي الحياة، ما كاينش شي حاجة اللي مضمونة، يعني تا بنادم ابار الراب ابار الموسيقى، يعني واحد بغى يستثمر فلوسه وبغى يدخل على مشروع راه كيدخل في يد الله، يقدر ينجح يقدر يخسر، ويلا ما ريسكاش راه غادي ينعس وما غايدير حتى شي حاجه، ما غيخسر ما غادي يبقى في بلاصتو، فهمتي؟ يعني ضروري خاصك تريسكي باش تزيد لقدام، حيت حتى فاش كطيح راك تتعاود تنوض وما كتعاودش تطيح نفس الطيحه، يعني راك تتستافد وكتزيد لقدام. دونك غامر او غادر. في كوشين في هاد التراك ردنا معاه الفتره اللي كان غابر فيها وكيفاش عاشها، كيفاش عاشها ما بين الشهره هو كفي كوشين معروف والحزقه، واقع اللي كانوا كيكريو فيه كليو كانت خايفين عليها من طفياد الكارو باش يمشيو يزهاو بها في مراكش، حيت ذكر بعض البلايص ولي ريستورون اللي كانوا كيقصروا فيهم في مراكش. صات الكليو راه مكريه حضي مع طفياد الكارو. سال الكوبلي وقال بلي غادي اكتيفي البوستر واللي شبهو بالنيترو ديال الطوموبيلات السابق. دوب الكليك اكتيفي البوست عندي النيترو دابا. دونك فينالمون في كوشين كيوعدنا باللي اللي جاي واعر وبزاف، في انتظار الالبوم ديالو كنقولوا ليه جود لاك خونا في كوشين، وهذا هو البلان. مرحبا بيك في عالمي.